Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. هذا اليوم يوم الجمعة، يوم المبارك، لأن فيه لأن هذه الأيام يعتبر بسيد الأيام وهو يوم الجمعة. الحمد لله، نشكر الله تعالى. هذا اليوم الناس، جميع الناس يستطيعوا أن يذهبوا إلى المسجد لأجل صلاة الجمعة. قبل هذا بسبب كورونا فيروس معظم الناس هم يصلون في البيوت، يصلون صلاة الظهر في يوم الجمعة في بيوتهم لأنهم ممنوعون للذهاب إلى المسجد. هذا اليوم نحن الحمد لله هذا ثلاث مرات ذهبنا إلى هذا المسجد. هذا المسجد يسمى ب تونكو ميزان زين العابدين بوتراجايا. شوف هذا، هناك تونكو ميزان زين العابدين بوتراجايا. الحمد لله نحن ثلاث مرات ذهبنا إلى هذا المسجد. ما شاء الله، هذا المسجد مسجد جميل وكبير. كثير من المباني هنا من مباني الحكومة، الناس يعملون بالحكومة يصلون في هذا المسجد. الحمد لله، ثم الحمد لله بسبب دعاء كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يذهب هذا الفيروس. إذن لازم للمسلمين أن ماذا؟ أن يشعرون بحب الذهاب إلى المسجد، بحبهم إلى صلاة الجمعة في المسجد. هذا ما نشعر، لازم عليهم أن يشعرون ماذا؟ أن يشعرون الحزن بسبب ترك الصلاة في المسجد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سنلتقي في أسبوع قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.